نقول مع شنو غادي نقول شنو بالنسبه للجسم الجسد كان ارتعاش من تحت نقول داكشي بصراحه لا لا ارتعاش من تحت وتدرب ما كنا كنت استاذ رئيس جمعية العوش للتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية مقصيبة. احنا اليوم كنتواجدوا في اوطيل البساتين على تنظيم او في اطار تنظيم دورة تكوينية تحت عنوان اخذ الكلمة امام الجمهور، تدبير الوقت وتدبير الارهاق. وتأتي بطبيعة الحال هذه الدورة بعد واحد المجموعة من الدورات التكوينية اللي كانت كتستهدف مجموعة من الجمعيات بخصوص اللي جاية من المجال ديال القصيبة أغبالة بوتفردة إلى آخره واحد زاوية الشيخ. هاد الجمعيات استفدوا من واحد المجموعة ديال الدورات التكوينية اللي في إطار تقوية قدرات المجتمع المدني، وكانت المواضيع مختلفة ومفيدة جدا لدرجة أن المستفيدين نهضروا من البداية حسن، إن كانوا في البداية المشاكل والعراقيل اللي كنا كنعانيو معهم هو عدم الالتزام وانضباط الجمعيات في الحضور. ولكن بمجرد ما دازت جوج دورات ثلاثة، أولا كان انتقاء الجمعيات، حاولنا نختاروا الجمعيات اللي هي منضبطة واللي هي كتشتغل بشكل جدي. ثانيا بمجرد ما اكتشفوا الجدية والأهمية ديال المواضيع، يعني المشكل ديال الحضور والانضباط ما بقاش مطروح، ولاو كيحضروا بشكل دائم منتظم. وصراحة يعني من خلال التقييم ديالنا للنتائج او التأثير او الوقع ديال الدورة التكوينية، درنا واحد المجموعة ديال لي زونتروتيان مع الجمعيات، وفعلا اكدت التقييم هذا انهم فعلا استفدوا، لدرجه ان فيهم واحد المجموعه ديال الجمعيات اللي استفدت من دعم مشاريع، وحاليا يعني ولات يعني كتشتغل في ظروف احترافيه احسن وافضل. ونتمنوا الخير ان شاء الله، على اساس انه نحاولوا ننظموا برامج اخرى في اطار دائما تقويه قدرات المجتمع المدني. وشكرا. نظم جمعية العوش بمشاركة مبادرة الشرق الأوسطية، يعني اليوم الأول من هذا المشروع داز مزيان، وخصوصا كانوا ورشات تطبيقية، والأستاذ خلانا باش نحيدوا داك الضغط اللي كان علينا ونخرجوا من ديك القوقعة ديالنا ونحاولوا نعبروا باش ناخذوا الكلمة أمام الجمهور. واللي هذا واحد الموضوع اللي صعيب. شنو الإكراه اللي كنتوا كتواجهوا قبل من الدورة؟ يعني كان عندنا قبل كان الخجل باش أنك تاخذ الكلمة أمام الجمهور، يعني كانت صعيبة. واليوم الأستاذ عطانا مفاتيح باش نحاولوا نتغلبوا على هذا الخجل هذا. شكرا. جمعية الموارد التربية الاجتماعية فرع غرمليلة، كنحضروا هنايا مع جمعية العش في دورات تكوينية. هذه دورة من الدورات اللي حضرنا لهم من قبل، كانت دورة حول الموضوع ديال يعني أخذ الكلمة أمام الجمهور، وكذلك يعني لا جيستيون ديال الإجهاد. وهذا بالنسبة للتكوين اليوم كان زوين، يعني في المستوى كانوا ناس جمعيات اخرى حاضرين معنا، وكانت واحد الاستفاده شويه من يعني من اخذ الكلمه، كيفاش انك تلقي خطاب، كيفاش مجموعه ديال الحوايج. وكنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم هادشي يزيد لقدام وتكوين اخرى ان شاء الله.